نزلت حاجة تاع الفلاحين، اعطيني الفلاحين، اعطيني ثلاث دقائق، اعطيني اعطيني يا جماعة. اضرب الريح الخطرة هذه التالية دمر الفلاحين تاع متيجة. الفلاحين هذو الخضر والفواكه اللي يدخلوا في شهر رمضان ناكلوهم في شهر رمضان، الفلاحين نضرهم ساكن. اطلق واش صار اذا خدم الله كيفاش راه تكمل الحياة هذه؟ اما بين 24 ساعة لو نهار صباح كل شيء ربنا ولك الحمد. هلا واش بلاصة رانا فيها؟ انا في مزايا. شحال كاين من فلاح هنا اللي نضروا كاع؟ ما على حسب المعلومات اللي رحنا البارح للازدياء قال لك راكم مقري في 500 واحد. نخدم الطرشين، نخدم الطوماطيش، نخدم الفراوله منذ 32 سنه خدمه. بديت الخدمه هذه بزوج برار تاع فراوله. شحال عندك من شمره نضرت تاع فراوله؟ عندي 85 هنايا وعندي 40 في من جهه طريق ود العلا. صالحنا شحال مقيومين عليك استثمار؟ دراهم ما يقارب 6 ملايين و400. صح، قول لي انت اليوم كي ضريت ما كاش 1000 راك ما تردهاش دروك؟ والله ما رد دينار اللي يصير اني نبيع فيه خردة. اليوم جاو ساموني بثمن ملايين خردة، وهذه قضية تاع رب العالمين. احنا ماذا بينا يعاونونا بالشي اللي طق عليه الدولة، وحنا ولاد الدولة، احنا ولاد الدولة ورجع للدولة. راح السلعة اللي خر راح قوينا شين دار شين شمرة والخدمين تخدموا حتى الميتين واحد في للميتين ميتين للميتين هالي تعود السلعة. بس المشكل وين راه هنايا؟ هذه قضية عربي سبحان. المشكل هو أنه هذ الفلاحين اللي يخدموا ميتين ويدخلوا بالقناطير يوم عدمش الأرض قا كيرين على ناس اللي عنده الأرض يكري موش فلاح واللي يعبك خلوطة يا ناس أفهموا الافير راهي مخدوعة ماشي مخروبة مخدوعة. الناس اللي عندهم الارض ما يخدموش يكروها للناس اللي يخدموا ويطلع الفري ومن بعد المواطن يخلص عبد الله يخلص. السادة المسؤولين في البلاد على رأسهم السيد الرئيس الجمهورية راه كاين خلل كبير يا سيد الرئيس في الفلاحة. الناس اللي راهي مادية الارض تقريبا ما مش يخدموا راهم يكروا في الارض تاعهم، والفلاحين مسكن راهم يخدموا في الناس راهم مغبونين راهم ينادوك يا سيد الرئيس باه على الاقل تشوفوا المحل. خليه يقول. والريح هذا ضركم بزاف؟ ضر. واش تطلبوا من السلطات؟ اش نطلبوا؟ تشوف بعينك الدنيا قاعده تعرف. ماذا بين السلطات تشوف النظر لهذا الفلاحين؟ لانه هذو اللي راهم يخدموا ويوكلونا ولو نخلصوا بدرهمنا وكرهم يتعبوا والخساره هم ما يخلصوا هذوك. الى هنا ينتهي لقاء بكم اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.